بقية من 3000 كلمة كتبها مهارة بمنتهى الدقة على قطعة من الفضة لا يزيد حجمها عن حبة أرز. تنبأت الأسطورة أنه عندما تعود سوتراس إلى نهر الغانج فسوف يجف. لكن هذا يعني أنكم تريدون تجفيف نهر الغانج، لماذا؟ أليست لديك حاسة رؤية؟ ألا تدرك أي كنوز تقبع في قاع النهر؟ إنها نتاج قرون من فضة وذهب تفوق التصور بانتظار من يأخذها. ولكن يعتمد ملايين البشر على النهر للزراعة والانتقال. كلا، سوف يهلك الجميع. جاكي عاطفي جدا، لطيف، ولكن يجب أن يكون للمرء أولويات. نحن نتحدث عن الحدث الأثري لهذه الألفية، وإن تعرض بعضهم للمضايقة. أنتم أشرار، كلكم، كلكم. سنصبح أثرياء عما قريب. أنا من تحكم بهم ذهنيا. السوترس رجاء. لن تأخذها. أعطه إياها، إنهم الطيبون. متأكد؟ لقد قام بعملية قراءة كاملة للأفكار. شكراً لك. سنضمن أنا وأتباعي بقاء السوترس في مأمن من أولئك الذين يستخدمونها للشر. أهلاً بك.